كل الشرور اللي بتصيب الأمة تنبع من إمارات ابن زيد. كل غسيل دماغ زي اللي حصل لسناء، كل تبهيد لخيانة للأسف أثبتت الأيام إنه ينبع من ابن زيد الباحث عن ظل أطول مما يستحقه. الدور الآن وغدا على الشعب المغربي، عليه دور كبير أن يستيقظ ويقف بصلابة أمام محاولات التسلل الناعم الممزوجة بالسم.